مشاهدينا وصلنا لفقرتنا مع جمعية البر والتقوى وضيفنا دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إحنا عايزين نبدأ الحلقة النهاردة ونشوف مع مشاهدينا تقرير عن إنجازات الجمعية ونرجع نتكلم عن أنشطة الجمعية المختلفة. ربنا يبارك فيك ويكرمكم، وأنا بشكر الناس على تعاونهم في مبادرة بيت زمان، وبقول لسه محتاجين المحاصيل، الفلاحين اللي زارعين بطاطس، التجار، اصحاب المحلات، ايه ما عندكش زكاه عايز تطلعها؟ مش بقول لك هات فلوس، طلع من جنس البضاعه اللي انت بتشتغل فيها واخصم من زكاه مالك. اصحاب الشركات، ما فيش عندك حاجه كده فايضه من زكاه مالك عايز تشارك معانا فيها؟ الناس اللي عندها اطفال، انت عملت العقيقه بتاعتهم، ليه ما تجيبش العقيقه واحنا نعملها نوزعها على في القافله في البلاد الفقيره جدا اللي احنا بنروحها؟ وممكن نخلي مثلا كل 7 عقيقات نخليهم في حاجه واحده في عجل، يبقى في زياده لحمه، هيبقى في فايده كبيره جدا للفقير. حضرتك لما بتذبح العقيقه او بتطبخ بياكل منها في عندك اللي هم زهقين من اللحمه، من الاخر شبعانين. ايوه. فالدعوه هتبقى صغيره كده يعني، لكن لما هياكلها الفقير الدعوه هتبقى تخترق السماوات السبع، لان الفقراء اول ناس هيدخلوا الجنه. خلي بالك، دي نصيحه. ممكن لو اتصل علينا 7 يجيبوا لنا فلوس العقيقه، هنجمع 7 دول ونشتري عجل ينذبح في القافله اللي حضرتك هتكوني على راسها ان شاء الله. ممكن معايا؟ وممكن نلاقي واحد عنده مكان بيربي فيه مواشي يتبرع بعجل، وممكن بنتك تعبانه وحابب ان ربنا يشفيها تبقى تذبح عجل بنيه ان ربنا يشفيها. ما هو النبي قال لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال دعوا مرضاكم بالصدقة. ومن أعظم الحاجات اللي بتميز الناس عن بعضها وأصناف أهل الإيمان، الأبرار بتميزوا بالإطعام الطعام. مين بقى هيجهز هو وأهل الشارع بتاعه أو قريته 1000 شنطة يعملوهم زي ما يعملوهم، واطلبونا في الجمعية نبعت السيارة ومعاها مصور يصور الحدث الجميل ده، ياخد الشنط وصوره من اللقاء مع الناس ونعرض مع هنا، نقول للناس شارع مثلا، نقول ايه قرية فلان، القرية الفلانية عملت كذا، ونعمل تنافس ما بين القرى لله لخدمة الفقراء والمساجين. هنحس بده لما نيجي نموت، وهنعرف قيمته واحنا عايشين، لأن الصدقة ثوابها مش في الآخرة بس، ده في الدنيا. فأنا بشكر الناس على الحاجات الجميلة اللي بدأوا يعملوها. احنا المساجد الأربعة شغالين فيهم على قدم وساق، في ناس بتزورنا هناك بتيجي وبتساهم بموان. نفسي بحلم بقى يا أستاذة دواء، بحلم أسمع مجموعة من الصنايعية، صنايعي أو واحد مقاول عنده عمال، مهندس كبير، يقول لي أنا هبعت لك العمالة على حسابي تعمل المسجد ده. انا متبرع في قريه من اللي انتوا بتعملوا فيها البيوت، في الشيخ مرزوق في الوادي الجديد، او في معانا 7 قرى في الوادي الجديد، او في الحبيلات الغربيه في قنا، او في القرامه في اسوان، او في الاقصر. انا بص هاخد قريه ابعت لك العماله بتاعتي كلها شغلها، وانا متبرع بالاجر بتاعتهم. يا رب. يا ممكن اعيش لما اشوف كده ان شاء الله. فانا عارف الناس فيها خير، بس طبعًا. في حاجات بسيطه، احنا اجرنا عربيات، وقلنا الحلقه اللي فاتت احنا مأجرنا عربيات ربع نقل. طب انت ما عندكش عربيه ربع نقل، تفضى يوم لله، اعتبر العفشه بتاعتها بايظه وانت واقف عند الميكانيكي. تعالى شارك، ما هي دي من زكاتك برضه. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت على حملة بيت زمان مع جمعية البر والتقوى، وعشان كده الجمعية أجرت عربيات علشان كل حد عنده لبس
في البيت مستعمل او اشترى لبس جديد او بطاطين جديده او مستعمله، اي حاجه في البيت عايز يتبرع بيها، فمبادره بيت زمان يتصل على الارقام الجمعيه او يتواصل على صفحتهم على الفيسبوك الرئيسيه، هيبعتوا عربيه تاخد الحاجه دي من البيت. فالشيخ عماد قال العربيه عندهم ما كفتش طبعا المشاوير بتاعه الناس، يعني الحمد لله احنا بنشكر الناس جدا جدا على استجابتهم للمبادره، وان هم بيتصلوا كتير بالجمعيه وبيبعتوا حاجات. فالشيخ عماد في الجمعيه اضطروا ان هم ياجروا عربيات الاسبوع اللي فات كتير علشان تروح للبيوت وتجيب الحاجات من عندهم، الملابس والبطاطين في مبادرة بيت زمان مع جمعية البر والتقوى. فدلوقتي هو بيناشد أي حد من اللي عندهم أصحاب العربيات إنه يعني يتصدقوا بقى بمجهودهم أو بعربيتهم يوم اعتبر نفسك رايح الساحل، يجمعوا اللبس ده مع رايح الجمعية، الساحل مع الأولاد. تعالى ربنا هيبارك لك. فاحنا بنقول ممكن نشارك ولو بالقليل. ايوه يعني كل واحد اللي في ايده يعمله. طيب شيخ حماد احنا نشوف دلوقتي التقرير ونرجع نعلق عليه مع مشاهدين. الأول بحمد ربنا كل الحمد إن صوتي أخيرا وصل للناس والمشاهدين، والناس قدرت تتفاعل معايا، والحمد لله المكنة وصلت. ومعنى إن المكنة وصلت وإن في حد تأثر معايا إنه في أمل كبير إن شاء الله، وإنه في أمل إن أنا أرجع تاني أخف. زي ما المكنة وصلت أنا متأكدة إن صوتي ممكن يوصل للدكاترة ويوصل لكل الناس، إني أقدر أقف تاني وأقدر أعمل العملية، وإن شاء الله كله خير. وبشكر جمعية البر والتقوى إنها في المجهود بتاعها ده وصلت للمكنة لحد البيت، وان انا اقدر ابتدي المشروع بتاعي من غير ما ان انا اسال اي حد ومننا ان انا اتحوج لاي حد، والحمد لله على كل حال. انا بشكر جمعية البر والتقوى والله العظيم، نشكرها كتير جدا خالص اللي اسعدونا ودخلوا علينا. والله احنا ما كنا مصدقين، انا بنتي بقالها 7 سنين في الفرشة نايمة ما لقي لناش حل. والله تدخلتوا علينا برزقكم وبخيركم، والله العظيم دخلتكم علينا زي الفل النهاردة. أنا مش مصدقة نفسي والله العظيم إن أنتوا في يوم تشرفونا كده هو في البيت وتفرحونا كده هو، وتخشوا علينا برزقكم وبخيركم، وربنا ما يحرمناش منكم يا رب. شكراً أبلا اسماء، ربنا يبارك فيهم يا رب وفيك يا رب. وأشكر جمعية البر والتقوى، أنا ما كنتش مصدق نفسي بصراحة أنها هيجوني وهيسألوا فيا كده وهيهتموا بيا تاني، وكنت فرحانة والله أنها على أمل أن يكون في حاجة تقدر تساعدني على السفر والمرواح والمجي. وربنا يجعل يا رب في ميزان حسناتهم ويعطيهم ويرضيهم ويسعد أيامهم يا رب، ويبارك فيهم ويجعلهم دايماً كده الفعل الخير سباقين. الناس دي بتتكلم صح مش بتهرج، وشغلهم صح يا رب، يجعل في ميزان حسناتهم يا رب. وانا المبلغ ده وهقدر اجيب بيه علاجي ويساعدني شوية على الزمن اللي انا فيه ده. انا متشكرة ليهم جدا جدا جدا، وانا لو قعدت اشكرهم من هنا لسنين تانية طويلة مش هقدر اوقف الناس دي. ربنا يبارك في اعمارهم يا رب.
مبسوطة جدا الصراحة، وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم ويبعد عنكم المرض يا رب. انا كده انا ما كنتش اعرف اتحرك، ولا انا كده اعرف اخرج واعمل اللي انا عاوزاه. شكرا الصراحة لكل اللي اتبرع لي، شكرا لجمعية البر والتقوى، يا رب يجعلكم في ميزان حسناتكم يا رب. الف الف شكر لجمعية البر والتقوى. بصراحة انا ما كنتش مصدقة في الاول لما طولوا علينا، بس بصراحة صدقوا في كلامهم وبأهل ثقة بجد بجد بأمانة على الكرسي اللي جابوه. كنتش مصدقة ان هم هيجوا تاني، لكن طلعوا بأمانة صادقين بجد، وناس جدعان بجد ورجالة بجد بأمانة. ألف شكر ليهم وعلى المساعدة اللي ادوها لي دلوقتي، ألف ألف شكر. وغير اللي هم ادوا لي برضو المرة اللي فاتت، وهم يشكروا جدا بأمانة، بشكرهم من كل قلبي. ربنا يبارك فيهم ويخليهم ويسترها عليكم ويطيكم ويرضيكم ويحنن قلوب المسلمين عليكم، وربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم. بعد التقرير مشاهدينا، ودكتور معاد هيعلق لنا على التقرير، وربنا يكرمكم على كل المجهود اللي انتم عاملينه. هو الحمد لله احنا في اليوم دوت للساده المشاهدين يعرفوا برضو، نزلنا عشان نصور، فجاه السماء غيمت تماما ونزلت سيول، فجاه عواصف رمليه ان احنا في الجبل، منطقه متطرفه من الاسماعيليه خالص. يعني عشان نصور جبنا بلاستيك وحطيناه على الكاميرا عشان ايه المطره ما تجيش على لغايه ما الشمس طلعت الحمد لله. يعني عشتوا معاهم يوم من يوم الايام اللي هم بيعيشوها دي، من الساعه 8 لو الجو قلب يعني. وكان المفروض نلغي بصراحه، بس احنا اصرينا، وانا بشكر فريق التصوير ان اصر ان هو يكمل عشان فرحه الناس. الناس فرحانه جدا. فعايز اقول للناس، انتوا سمعتوا كلام كلامنا وحوارنا مع الاهالي، فلسه طالبين كتير في القريه دي بالتحديد. احنا جالنا في اماكن تانية طلبات كتيره محتاجه. بدانا الوقت في قريه الكرامه في نصر النوبه على حدود السودان، بنعمل اول تجربه لبير والحمد لله نجحت. فاحنا هنبتدي نعمل هناك مفيش ميه خالص، فهو حلهم ابار، فنحتاج كميه كبيره من الابار. اللي انا عايز اقوله برضو للناس ان لا ممكن اصبر على الاكل والشرب، على الاكل ممكن البس ملابس السنه اللي فاتت واللي قبلها، بدليل حتى احنا بنجمع ملابس مستعمله، لكن ما حدش ابدا يقدر يعيش من غير ميه. فلذلك بقول يكفي دعوات الناس اللي كانت بتدعي لي دي، ما بتدعيليش، بتدعي لكم انتم. فلذلك بقول كتروا من الصدقات. اوعوا تفكروا ان انتوا لما تموتوا معظم عيالكم هيعملوا لكم صدقات. عندنا دايما الامل ده. لا انا بقول طب وليه ليه نعيش على الامل ده؟ ما نعمله واحنا عايشين. صح. ليه نستنى لما الثروه تتفتت؟ ما هي كلها في ايدنا. ما فيش ثروه. ما نحوش ونعمل ونشوف ما اللي عندنا. باللي هيبقى كتابنا لما هنموت هيتقفل الا صفحه الحسنات. عايزه اقول لك بقى يا شيخ عماد، انا خالتي تابعه طبعا البرنامج، وهي قالت لنا يلا احنا هنجمع ومن بعض علشان الجمعيه اللي دعاء بتجيبها في البرنامج، يعني جمعيه البر والتقوى، هنروح للشيخ عماد ونعمل بير، لانه انا اقتنعت بكلامه، انا ممكن اما اموت ما حدش يعمل لي. فقررت وهي عايشه عمالة بقى عايزة تجمع مننا كلنا عشان نعمل البير الكبير ان شاء الله. ده انا احكي لك قصة، يعني يا رب تكون هي شايفة البرنامج، يعني هي متابعة كل الحلقات. احنا انا كنت في لجنة تقسيم ميراث، ما شاء الله واحد مليونير مات، فالف به لما باجي اتكلم في لجنة التوزيع بتاعة الميراث بقول يا جماعة عايزين نطلع التلت
كانه وصى يعني، هو ما وصاش، احنا عايزين نطلع التلت لله ونعمل له صدقه جاريه جاريه له من فلوسه قبل ما تتقسم. اقول لك ابنه الكبير قال هو لو كان عايز يعمل كان عمل هو عايش. عارفه ابنه الكبير اخد كام؟ اخد 50 مليون جنيه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني ربنا يبارك له، بس يعني ما يستخسر في بابا. انا بقول لك انا صاحب الفلوس كده، قلت اخواته هيردوا عليه، ما حدش رد. فقلت يا جماعه توكلوا على الله، يلا نقسم. فانت ليه تحط نفسك في كده؟ طلع عيش ابن الجامع دلوقتي، هو يوم ما يكرمك هيجيب كولدير ميه كان ب 750 وبعد التعاون بقى ب 1250، وهيكتب صدقه جاريه على روح والدي فلان، واول ما هيبوظ مش هيسال فيك. بص حضرتك، في واحد بنى مسجد من ايه بقى؟ كان بيتمنى ياكل فاكهه هو واولاده. فقال يا اولاد احنا هنعمل حصاله كبيره، كل ما نشتهي الفاكهه نحط ثمن الفاكهه كان احنا اكلناها، نحطها فين؟ في الحصاله. اسم الراجل ده مات، ولاده فتحوا الحصاله ومبلغ كبير، بنوا جامع، فاحتاروا يسموه ايه؟ قال لك خلاص احنا نسميه كاني اكلت. اسم المسجد كاني اكلت. طب احنا بقى بناكل قد ايه؟ طب بص لو افترضنا ثمن الفول اللي بناكله الصبح، ده احنا نبني كام جامع؟ كام بيت؟ نجوز كام عروسه؟ نسد دين كام غارم؟ اكل بس. فعايز اقول للساده المشاهدين سهله وبسيطه. الراجل لما سال كلب سقاه دخل الجنه. انت ممكن تدخل الجنه بابسط الاشياء. يعني احنا لذلك احنا بنقول احنا بنعمل جميع اشكال الصدقات وبنشارك في اعلى الزكوات. احنا بنختار لك الاعلى والانسب من اول المغارمات في السجون. ايوه لمشاريع بدانا الوقت نفكر فكرة تاني خالص، نقتطع جزء من الزكاه ونعمل بها مشروع وقف عشان الرع بتاعه يخرج للفقراء والمساكين. احنا معانا مزرعه، معانا شركه تعبئه مواد غذائيه، معانا سوبر ماركت، نفسنا عملنا اكشاك، عملنا تروكسيكلات، عملنا وزعنا، ولسه محتاجين كتير قوي قوي. الناس كلها دلوقتي فيها ميزه حلوه، عايز تشتغل. دي ميزه كان الاول لها هات، دلوقتي ما تشوف لي حاجه اشتغلها حلو، طب ده كويس. فربنا يوفقكم ويوفق الجميع ان احنا نقدر نسعد الناس، في الاخر احنا اللي هنفرح يوم القيامه طبعا يا رب. وقت فقرتنا هيخلص، فقبل ما نختم مع حضرتك عايزين بقى تعليق حضرتك على التقرير اللي احنا زعناه في حلقتنا النهارده. هو انا عايز اقول كماله الشكر بقى بتاع المحسنين والمحسنات. ايوه شفتوا يا جماعه اللي انتوا عملتوه. هقول مثلا اسماء. اسماء دي وقعت من الدور الرابع. عندها شلال رباعي. تطلب ايه يا استاذه دعاء؟ عايزه مكنه خياطه ومستلزمات الانتاج، بتعرف تخيط، مفيش حاجه بتتحرك فيها غير ايدها بس ودماغها، بقى جسمها ما بتتحركش. اليس في ذلك عبره لمن يخشى؟ الحاله الثانيه وقعت من القطر على الجمجمه، انكسرت، جالها بقت طريحه الفراش، محتاجه مساعده. احنا كل ده احنا ساعدنا، جبنا لها المكنه وفرحت. الابتسامه اللي اترسمت على اسماء وعلى عبير وعلى اختنا الثالثه، والكرسي كمان الكهربائي بكام دي؟ تدفع ثمنها كام يوم القيامه؟ انت اسعدت ناس فقدوا الامل في الحياه، فرحتهم، رجعتهم تاني للحياه. ده انتوا اللي عملتوا كده. احنا معانا من ده كتير. انا معايا بنت عندها جسم قشرة سمكية، ربنا ما يبتلي حد بها أبدا. أمين يا رب، ربنا يشفيها شفاء تام ويعافينا. كل مليون بيبقى فيه وحالة واحدة على مستوى العالم. هي ديت بقى من قنا، محافظة قنا. ملهاش علاج غير مراهم، بتاخد في اليوم كيلو مراهم. أبوها لا حول له ولا قوة. حبيبتي. مفيش لا ورا ولا قدام. عندنا حالات كتير يا جماعة، محتاجين نساعد الناس دي، وبعدين ما ينفعش أعرضها. لان لو انا عرضتها ما عادش حد المصورين هيسيبوا لي الفيديو بتاع الاستوديو يخرجوا، ما عادش حد هيتفرج علينا خالص. منظر ربنا ما يبتلي بيه حد ابدا. فليه ما نشكرش ربنا ونساعد؟ ده انجاز غير انجازات كتير بنعمل احنا كل يوم بفضل الله، ما يقلش عن 300 حاله بيتم مساعدتهم. وزي ما شفنا كمان الغارمه
يعني كمان بتساعدوا الغريمين. بقول لك كان عليها ديون واتسددت الحمد لله. لكن اللي انا عايز اقوله ان في كتير ما برضوش يتصوروا. كتير. واحنا بنحترم بنستحي طبعا نقول لهم لا مش طبعا احنا جمعيتنا قايمه على برنامج تلفزيوني ما عندناش ميزانيه كبيره. فانا بحلم ان الناس تساندنا عشان نقلل عرض حالات، نعرض انجازات بس. فربنا يبارك فيك ويسعدك يا رب. ربنا يكرمك يا دكتور عماد ويوفقكم يا رب دايما. الله يبارك فيك. شكرا لحضرتك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل.